السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 2 او الصف الثاني الابتدائي ترم 2 الترم الثاني. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت حتى نهاية page 8 او صفحة رقم 8، والنهاردة هنبدأ مع page number 9 او صفحة رقم 9 وعنوانها our boat design. our boat design يعني التصميم الخاص بالقارب بتاعنا. boat يعني قارب، يعني زورق، يعني المركب الصغير اللي بيعوم في المية. we design design يعني تصميم. our boat design التصميم الخاص بالقارب بتاعنا. وهنا بيكلمنا عن شكل القارب المبسط، ازاي نقدر نعمل مركب صغيرة بشكل مبسط من الورق، وكمان بعد كده نعمل عليها تيست او اختبار نختبر هل هي هتعوم ولا لا، هل يا ترى هتقدر تشيل كارجو او زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت حمولة، وهل يا ترى هتقدر تشيل الكارجو دي قد ايه، وزنها قد ايه. كل ده عايزين نعرفه دلوقتي. فاول حاجة بنتكلم عن الديزاين او عن التصميم الخاص بالبوت بتاعنا او بالقارب بتاعنا. فبيقول لنا هنا can you see، can you see هل تستطيع ان ترى، can يعني يستطيع، you see ان يرى، can you see يعني هل تستطيع ان ترى، how the pieces، how the pieces كيف أن القطع، كيف أن القطع، how كيف the pieces القطع. in the drawing below، in the drawing below في الرسم الموجود بالأسفل. fit together، fit together يعني مناسبة لبعضها، على قد بعض يعني حجمهم قد بعض. to make the robot، to make the robot، robot يعني زورق يعني قارب، وهي بتتقال كده روبوت مش روبوت. لازم نطول شوية في النطق بتاع الـ OW، علشان لو قلنا روبوت على طول هيبقى بنتكلم عن إنسان آلي، لكن ده اسمه روبوت يعني قارب أو زورق. وبيقول لنا بعد كده cut out يعني قص the boat pieces، the boat pieces القطع الخاصة بالمركب دي. فزي ما احنا شايفين قدامنا يا أصحابي في فعلا مرسوم الأجزاء الخاصة بالبوت أو بالقارب. هنا الرايت سايد، الرايت سايد أو الجنب اليمين، وهنا الرايت بوتوم، الرايت بوتوم القاعدة اليمين اللي هي موجودة تحت الجنب اليمين، بتبقى أسفل الجنب اليمين. وهنا الليفت سايد أو الجنب اليسار، وهنا الليفت بوتوم، الليفت بوتوم اللي هي الجزء المتوصل بالجنب اليسار ده في أسفل القارب، القاعدة بتاعته من ناحية اليسار. وهنا الفرونت، الفرونت أو المقدمة، وهنا الباك، الباك أو المؤخرة اللي هي الظهر بتاع القارب يعني. المفروض إن احنا هنقص الأجزاء دي وبعدين هنوصلها مع بعض عن طريق مثلا شريط لاصق، أو عن طريق ستيكي تيب يعني شريط لاصق، هنلزقها مع بعض. وبعدين بعد ما نلزقها مع بعض بشكل سليم علشان نعمل قارب أو بوت ويبقى ده الديزاين بتاعه، هنتنقل البيج اللي بعد كده نشوف هنقدر نعمل ايه بالبوت الجميل بتاعنا ده. ونوصل لبيج 11 او صفحة رقم 11 وعنوانها testing our boat. testing يعني اختبار our boat القارب بتاعنا. زي ما قلنا من شوية احنا هنعمل testing او اختبار للبوت بتاعنا او للقارب بتاعنا، وهنشوف هيقدر يعوم او يعمل floating. floating يعني يعوم، float يعني يعوم يعني يمشي على وش المية، ولا يحصل له سينك، سينك يعني يغرق وينزل تحت المية. ففي عندنا حاجتين عايزين نعرفهم دلوقتي، هل هو هيعمل فلوت، فلوت يعني يعوم يعني يمشي على وش المية، ولا يحصل له سينك، سينك يعني يغرق وينزل تحت المية. وهنا بيقول لنا taking turns، taking turns يعني نتبادل الأدوار with other students، with other students مع الطلبة التانيين. carefully، carefully بحذر بحرص. place your boat، place your boat يعني ضع قاربك in the water، in the water في الماء.
once it looks steady. Once it looks steady, بمجرد ان انت تشايفه ان هو جاهز ومستعد ان انت تقدر تحطه في المية. Add, أضف one piece of cargo. One piece of cargo, قطعة واحدة من الحمولة. احنا عرفنا المرة اللي فاتت cargo يعني حمولة. At a time, at a time في الأول. Counting, counting يعني عد. And recording, and recording وسجل. The total number of each type of cargo. The total number, العدد الإجمالي of each type of cargo, من كل نوع من أنواع الحمولة. وبعدين بيقول لنا when the boat sinks. Sinks يعني يغرق زي ما عرفنا من شوية, لما القارب يبتدي يغرق. Return its cargo, رجع شيل منه الحمولة بتاعته. To the pile, to the pile للركام يعني تحطه على جنب, ده للمكان اللي انت بتاخد منه الكارجو ده اللي هو لو هي مجموعة حاجات على جنب رجعها تاني مكانها. And answer the question below, and answer the question below يعني واجب على السؤال الموجود بالاسفل. فزي ما قلنا اول ما نحس ان البوت بتاعنا جاهز وستيدي مستقر كده نقدر نحطه في المية, هنبتدي نتبادل الأدوار مع our colleagues أو زمايلنا. هنحط البوت بتاعنا في المية وبعدين هنبتدي نحط فيه كارجو. والمفروض في طبقا للدليل المعلم إن احنا ممكن يكون معانا some marbles أو بعض أنواع مثلا من البلي يكون ليه ألوان مختلفة, مثلا تكون في مثلا red marble أو بلية لونها أحمر, و green marble بلية لونها أخضر, و yellow marble بلية لونها أصفر, وهكذا. ودي هنعتبرها هي الكارجو أو الحمولة اللي احنا هنبتدي نحطها في البوت بتاعنا. وبعدين هنشوف البوت بتاعنا هيحصل له سينك أو هيبتدي يغرق واحنا حاطين فيه كام واحدة من الماربلز دي كأنها كارجو. فاحنا هنا هنبتدي نعدهم وبعدين نبتدي نشيلهم لما يبتدي يغرق ونحطهم مكانهم زي ما كانوا. فهنا بيقول لنا الكويستشن الموجود below how much cargo, how much cargo, كم كمية الحمولة. can we put نستطيع ان نضعها in our boat في القارب بتاعنا before it starts to sink, before قبل it starts to sink ان يبدأ في الغرق. فكم كمية الحمولة اللي احنا نقدر نحطها في البوت بتاعنا before it starts to sink. فهنا بيقول لنا type of cargo نوع الحمولة, number of pieces عدد القطع. فهنقول مثلا هنا اول حاجة red marble هنكتب هنا 1, وهنكتب هنا مثلا green marble وهنكتب هنا 1, وهنكتب هنا مثلا yellow marble وهنكتب هنا 1. فاحنا حطينا واحدة من النوع الاحمر, واحدة من النوع الاخضر, واحدة من النوع الأصفر, وبعدين البوت بتاعنا أو القارب بتاعنا starts to sink أو بدأ يغرق. وبعدين هنا مكتوب تحت بيقول لنا add up يعني أضف the total number العدد الإجمالي of pieces من القطع of cargo الخاصة بالحمولة that your boat could hold اللي يقدر القارب بتاعك يحملها ويعوم بيها في المية. فهنا بيقول لنا total number of pieces of cargo عدد القطع الخاصة بالحمولة هنكتب هنا equal كام. انا مثلا افترضت ان احنا حطينا three pieces او 3 قطع, فهنكتب هنا 3. ممكن حد تاني في الكلاس روم يلاقي البوت بتاعه بيشيل عدد اكبر, ممكن حد تاني يلاقي البوت بتاعه بيشيل عدد اقل, فيكتب هنا العدد بتاع البيسس او القطع اللي يقدر البوت بتاعه يشيلها ويعوم بيها في المية. وزي ما قلنا هنا مفيش اجابة نموذجية, المفروض ان احنا نعمل الاكسبيرمنتس دي او التجارب دي في الكلاس روم, ودي اكتيفيتي المفروض نعملها في الكلاس روم علشان خاطر نفهم يعني ايه كارجو, ونفهم يعني ايه فلوت, ونفهم يعني ايه سينك. كارجو يعني حمولة, فلوت يعني يعوم يطفو على وجه المية, سينك يعني يغرق وينزل تحت المية,
ومفروض كمان نعرف ان الكارجو او الحمولة لما بنحطها في البوت بيكون ليها وزن. طب ليه الحاجة اللي احنا ممكن نحطها في البوت ممكن تغرق وممكن لأ؟ طبعا ده بيتأثر يا اصحابي بوزن الحاجة، لو هي وزنها كبير جدا والسطح بتاعها صغير زي ما قلنا من شوية. فالماربلز مثلا يا اصحابي زي ما قلنا من شوية هي وزنها هتلاقيه تقيل شوية، والسطح بتاعها او السيرفس او السيرفس بتاعها السطح بتاعها بيكون صغير، فلما السطح يكون صغير والوزن كبير هنا الكارجو بتخلي البوت ممكن يغرق بسهولة. لكن لو حطينا عليه حاجة وزنها نفس الوزن بتاع الماربل بس السيرفس بتاعها او السطح بتاعها كبير، مثلا حتة خشبة طويلة شوية سطحها طويل وكبير وحاطينها على طول القارب مش هتبقى ضغط على جنب واحد منه، مش هتخليه يغرق بسهولة. فلازم نبقى عارفين ان اي كارجو او اي حمولة واحنا بنحطها في البوت بتاعنا او في القارب بتاعنا نشوف السيرفس اريا، السيرفس اريا او مساحة السطح بتاعتها. مساحة السطح بتاعتها لو هي صغيرة يعني زي الماربل زي ما قلنا من شوية وزنها كبير يبقى الضغط بتاعها هيكون في نقطة واحدة فبرق البوت بتاعنا بسهولة، لكن لو السيرفس اريا بتاعتها كبيرة او السطح بتاعها كبير حتى لو وزنها تقيل شوية هي هتضغط على كل اجزاء القارب، فبالتالي مش هتضغط على جزء واحد وبالتالي مش هتخليه يغرق بسهولة ويحصل له سينك زي ما قلنا من شوية. وهنا بيقول لنا في الاخر خالص Why does the boat with cargo float؟ Why does the boat with cargo float؟ ليه ان القارب اللي كان فيه بعض الحمولة قدر يطفو يعوم؟ But ولكن some of the pieces بعض القطع of cargo of cargo الخاصة بالحمولة if you put them in the water by themselves by themselves لو انت حطيتهم في المية by themselves بنفسهم من غير ما تحطهم في البوت. زي ما قلنا من شوية مساحة السطح او surface area هي السبب في حاجة زي كده. لو حطينا خشبة ممكن يكون وزنها نفس وزن الماربل او البلية اللي احنا حطيناها في البوت، بس احنا لو حطينا الماربل في المية هتغرق، لكن لو حطينا الخشبة او البيس اوف وود دي على المية وهي نفس الوزن بتاع الماربل هتطفو، لان السيرفس اريا او مساحة السطح بتاعتها المتعرضة للمية كبيرة، فالوزن متوزع على كل جزء من السيرفس اريا دي او من مساحة السطح دي فالمية بتشيلها بسهولة. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 12 او صفحة 12 وعنوانها weather يعني الطقس and our world and our world والعالم بتاعنا. فهنا بيقول لنا complete اكمل the items below العناصر الموجودة في الاسفل. فهنا بيوضح لنا اصحابي ان الوزر او الطقس بيأثر على حياتنا وعلى العالم بتاعنا كله، وطبعا كلنا عارفين ده. يعني مثلا لو في يوم في طقس سيء وعواصف او رياح او امطار الناس كلها بتتأثر في كل انحاء العالم، وبرضو لو بيكون الوزر كويس وما فيهوش مشاكل كتيرة الناس برضو بتتأثر وحياتها بتبقى اسهل. فهنا بيكلمنا عن الوزر او عن الطقس وازاي بيأثر على العالم بتاعنا وعلى حياتنا. فهنا بيقول لنا draw ارسم a picture صورة of one way لطريقة واحدة that weather هذا الطقس affects أثر a school day على يوم من أيام المدرسة بتاعتك. المفروض هنا هنرسم صورة نوضح فيها ازاي الweather او الطقس أثر على يوم من أيامك في المدرسة. فممكن هنا مثلا نرسم صورة لrainy day او ليوم ممطر وكان فيه مطر كتير وان احنا ما قدرناش نروح لسكول بتاعتنا في اليوم ده بسبب الوذر، او ممكن نرسم ساني داي يوم مشمس وجميل وان السكول كان الطقس فيها كويس وقدرنا نروح لسكول بتاعتنا بشكل كويس. كل واحد يقدر يرسم الفكرة او الرأي اللي في دماغه، المهم ان احنا نقدر عن طريق الرسم ده نوضح ازاي الوذر او الطقس affects A school day أثر على يوم من أيام المدرسة بتاعتك. وهنا في الجزء الثاني بيقول لنا How can weather affect a boat trip؟ كيف يمكن للطقس أن يؤثر على رحلة بالقارب؟ فممكن هنا نقول مثلا If it's rainy weather
يعني لو هو يوم ممطر we can't have a good boat trip, لا يمكننا أن نأخذ رحلة جيدة بالقارب. But if it's sunny day, لكن لو هو يوم مشمس we can have a very good boat trip, نقدر نحظو ونقدر ناخد رحلة جيدة جدا بالقارب زي ما احنا عرفنا من شوية. وبكده نكون وضحنا رأينا وازاي ان الweather او الطقس can affect a boat trip او ممكن يأثر على رحلة بالقارب. ونتنقل البيج اللي بعد كده, خليكم معايا ونوصل لبيج 13 او صفحة 13 وعنوانها weather in Egypt. weather in Egypt, الطقس في مصر. وطبعا يا اصحابي زي ما عرفنا في اول الشابتر ده او الفصل ده ان في انواع مختلفة من الخرائط, وفي نوع جديد لازم نعرفه دلوقتي. النوع ده اسمه weather map او خريطة الطقس. طبعا يا اصحابي الخريطة او الماب اللي احنا عارفينها كلنا زي ما هي ممكن توضح لنا تفاصيل الارض, هل يا ترى هي فيها جبال ولا صحاري, ارض مزروعة ولا ارض ما فيهاش زرع, فيها بحار ولا فيها انهار. برضو الماب او الخريطة ممكن توضح لنا الطقس الخاص بكل مكان موجود فيها. فزي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي دي ايجيبت ماب او خريطة مصر الجميلة, بلدنا الحبيبة مصر, وهنا متوضح عليها الوذر او الطقس في كل مكان من الاماكن الخاصة بيها. فهنا في اماكن هتلاقي فيها صورة الشمس دي, وده بيقول ان الطقس هنا مشمس وجميل. في صورة تانية فيها كلاود او فيها سحاب وفيها شمس ورا الكلاود, فهنا ده بيبقى مكان كلاودي او غائم في سحب كتيرة. هنا كمان في صورة بتعبر عن الرياح او الويند, فبنسميه ويندي بليس او مكان في رياح. هنا كمان في صورة بتعبر عن الرين او عن المطر, بنسميه ريني بليس او مكان ممطر. هنا كمان في مكان ممكن تلاقيه فيه رعد وفي برق, وهنا كمان في سحب عادية وبيبقى يوم صافي ما فيهوش اي مشكلة. ففي اشكال كتيرة للطقس, الاشكال دي ممكن نعبر بيها ونحطها على الماب بتاعتنا او على الخريطة بتاعتنا, بحيث ان احنا نبقى عارفين طبيعة الطقس الموجودة في كل مكان من الاماكن المختلفة على الماب اللي احنا بنبص عليها. وهنا زي ما قلنا من شوية بنتكلم عن weather in Egypt, weather in Egypt او عن الطقس في مصر. الصورة دي من دليل المعلم يا اصحابي, ده طبعا الليجند او المفتاح الخاص بالماب او بالخريطة اللي هي خاصة بالويذر او بالطقس. المفروض ان احنا نعرف واحنا موجودين في الكلاس روم كل سيمبل من السيمبلز دي او كل رمز من الرموز دي بيعبر عن ايه. فهنا صورة الشمس يعني ساني يعني مشمس. هنا الصورة اللي فيها السحابة ووراها الشمس ده اسمه partly cloudy يعني غائم جزئيا يعني مغيم شوية. هنا الصورة اللي فيها السحب دي يعني cloudy يعني غائم تماما ما فيهوش شمس خالص. هنا الصورة بتاعت الرياح دي يعني windy يعني مليء بالرياح, يعني بيبقى فيه رياح كتيرة. وهنا الصورة بتاعت المطر دي rain يعني مطر. وهنا الصورة اللي فيها رعد وبرق دي معناها thunderstorm يعني رعدي يعني صوت الرعد. lightning يعني البرق طبعا او الضوء الجامد جدا اللي بيحصل ساعة المطر ده في السماء, ده اسمه lightning. والصوت الجامد اللي هو صوت الرعد ده اسمه thunderstorm او صوت الرعد. وزي ما قلنا من شوية دي صورة من دليل المعلم. المفروض ان احنا نبقى عارفين الليجند او مفتاح الخريطة الخاصة بالويذر او بالطقس, وطبعا دي السيمبلز او الرموز الخاصة بالماب ليجند او بمفتاح الخريطة. فهنا طبعا بيكلمنا عن weather in Egypt او الطقس في مصر, وبيقول لنا look at the map يعني انظر على الخريطة, find اوجد where you live يعني اين انت تعيش. انا بالنسبة لي مثلا انا موجود في كايرو او في القاهرة. هنا كل واحد هيشوف مكانه فين على الخريطة وتحدد where you live او تحدد انت عايش فين على الماب او على الخريطة, هنا المكان بتاعك فين. وبعدين شوف طبيعة الطقس الخاصة بالمكان بتاعك اللي بتعبر عنه الخريطة دي. ولازم يا اصحابي نكون عارفين
ان الويذر ماب او خريطة الطقس بتتغير من وقت للتاني في السنة. يعني الويذر ماب او خريطة الطقس الخاصة بالسمر او بالصيف هتلاقيها لنفس المكان مختلفة تماما عن الويذر ماب او خريطة الطقس الخاصة بنفس المكان بس في الوينتر او في الشتاء. فهتلاقي اماكن كان فيها شمس وكان فيها جو كويس جدا في الصيف، هتلاقيها بقى كلاودي او ريني في الوينتر او مليئة بالغيوم او فيها مطرة في الوينتر. فالويذر ماب او خريطة الطقس بتختلف من وقت للتاني حتى لو كانت لنفس المكان، لان الطقس نفسه بيختلف من وقت للتاني. وهنا موجود تحت الماب دي What can you infer؟ infer يعني تستنتج from this map، from this map من الخريطة دي about the weather، about the weather عن الطقس، near بالقرب where you live، where you live من المكان اللي انت عايش فيه. تقدر تستنتج ايه عن الطقس في بالقرب من المكان اللي انت عايش فيه؟ انا بالنسبة لي عشان عايش في كايرو هنا هقدر استنتج ان the weather is partly cloudy، the weather is partly cloudy يعني الطقس غائم جزئيا زي ما قلنا من شوية، طبقا طبعا للصورة اللي احنا شفناها في دليل المعلم. المفروض ان كل واحد فينا يشوف الweather او الطقس near where you live، near where you live بالقرب من المكان اللي انت عايش فيه، وتحدد طبيعته ايه وتكتب هنا طبيعة الطقس ده. وبكده نكون انهينا شرح البيج دي وانهينا معاها درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.